التانيين بعدين يعني. معانا مدام ميرفت من المنيا، هي من الخادمات، وهي كمان هتعرف نفسها وهتتكلم عن مبادرة عملتها قبل كده هتشارككم بيها. مساء الخير. يعني انا حابه اشكر الهيئه على المسيره اللي هي عملتها معانا، قدلنا تقريبا اكتر من 3 سنين واحنا مع بعض وحده واحده. طبعا في البدايه لما اتجمعنا تحت مظله الهيئه ما كناش نعرف بعض وما كناش نعرف نفسنا، فهما ساعدونا في الاول ان احنا نكتشف نفسنا ونكتشف الاختلاف في الاخر. هستأذنك اقول اخر بصي هو دكتور انور المغيث قال ممكن نستبدل الاخر بالاخرين، انا خليها جمع بدل مفرد تجمعيها لحد ما نشوف لنا يعني. هو اعتقد هما واحد لانه الاخر هو مختلف. اصل بصي الاخر زي ما انا قلت الدكتور انور دلوقتي الاخر، ممكن انا انت الاخر، انا دكتور انور الاخر، انا دكتور سامح الاخر، يعني الاخر مش بالضروره الاخر الديني. بالظبط. اكيد لاي اختلاف. فلما فعلا تعايشنا مع بعض وجمعتنا رؤى واحده ان احنا زي ما بيقولوا على ارض مشتركه اللي هي الوطن، فلما اتفتحت عينينا على قيم ومبادئ بتجمعنا ما بقاش فيه مسيحي ومسلم، كلنا واحد. وكلنا واحد دي كانت مبادرة من المبادرات اللي احنا عملناها في احد المجتمعات شرق النيل عندنا في المنيا. هي طبيعة جبلية فليها طبيعة خاصة، فرغم ان المجتمع بيحمل نفس الاسم لكن في المجتمع ده منطقة بيطلق عليها بحري ومنطقة تانية إبلي. البحري مسيحي والإبلي مسلم. فكان من المبادرات إن إحنا قلنا كلنا واحد، جمعنا مجموعة من الشباب وابتدينا إن إحنا نقدم القيم، وإن إحنا رغم أي اختلاف لكن إحنا واحد وعلى أرض واحدة. وزي ما اتعلمنا في الهيئة إن إحنا ما بنوعظش، سواء كنت واعظة أو خادمة أو مكرسة، لكن بالتعايش بالمواقف اللي احنا بنمر بيها هو ده اللي بيخلق السلام والمحبة. كمان كان في مجتمع تاني في احتقان، مش متذكرة قبل الثورة أو اللي بعد الثورة، ولكن كان في مشاكل على المستوى الكبير مع طبعا الناس الكبيرة. فإحنا فكرنا مع بعض لما قعدنا قلنا احنا مش هنقدر نتحرك مع الناس الكبيرة، لكن لينا دور مع بعضينا ان احنا نزرع في الناس الصغيرة في الاطفال الصغيرين. وعشان كده عملنا لهم مبادرة واخترنا قعدنا كده مع بعض ونخطط ايه اولوية ونرتب اولوية القيم اللي احنا عايزين ننقلها للاطفال ونزرعها فيهم. وكانت اولهم المحبة والسلام، كانت مجموعة، التعاون والتشجيع، الصدق والامانة. وكانت مبادرة فعلا رائعة طلعنا فيها كلنا مواهبنا. المبادرة الأخيرة عشان ما اطولش على حضراتكم كانت في وقت كورونا، وطبعا لو نرجع بالذاكرة وقت ما كان في تنمر على الممرضات وتأخير والقصص دي، واحنا عندنا برضو في الصعيد ممكن يبقى ياخد أشكال تانية، وكنا لسه يدوبك قبليها واخدين عن التنميط واشكاله واحنا دورنا فين. وكان التوقيت ده كان في وقت رمضان واخواتنا صايمين، صح كده، وقررنا في نفس واحد ان احنا نتحرك ونروح في معهد الاورام بالتنسيق معاهم في وقت الصيام، وان احنا ندخل مع بعض وندي وردة. في ناس اشتغلت الوردة البيضة بالكورشيه وقدمنا لكل ممرضة، وكان في بعض الممرضين الرجال، وردة تعبير عن شكرنا ليهم غير بقية حاجات اللي هي موظفات وغيره، ولكن كانت لبسة بسيطة
في كل المبادرات النموذج انه الطفل الصغير الشاب الكبير الناس المهمشه واللي بتعاني من تنمر او غيره لما يشوف نموذج واعظه ومكرسه او راهبه والاثنين مع بعض بيتحدوا في حاجه واحده ده اعظم نجاح. فانا بشكر تاني مره تانيه انا كمان عايز